واخيرا اليوم جبت لكم الحل النهائي لمشكل الشيب. بزاف منكم واحد العدد كبير اللي كيخليو لي في التعليقات بغينا شي وصفه للشيب بهاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم، واللي هي وصفه طبيعيه. راه ملي غادي تجربوها ولو يكون الشعر ديالكم كله ولا ابيض، كله تغطى لكم بالشيب وعمر بالشيب. هاد الوصفه الا جربتوها راه واخا تعيا وتقلبوا غير على زغبه واحده بيضه يعني مازال في شعركم ما غاديش تلقاوها. هذه الوصفه كتعطي نتائج 100% في تغطيه الشيب من الاستعمال الاول، يعني غادي تجربيها وغادي تلاحظي واحد الفرق كبير، يعني شعرك كله ما شاء الله غادي يتحول اللون ديالو الطبيعي، اللون ديالو الاصلي. وهذه الوصفه بمكونات عندكم في الدار، يعني ما غاديش تشريو شي مكون ما غاديش يكون عندكم، كلها مكونات يعني متوفره في كل بيت. غير ما بغيتوش تنوضوا تحيدوا عليا داك العجز يعني اللي معكزكم، وتجربوا لي هذه الوصفه هذه وتهلاو لي في راسكم وتقدوا يعني الشعر ديالكم باش هكا ما يبقاش فيه الشيب. وبالنسبه لهذه الوصفه هذه غادي ندوزو نعطيكم المكونات وطريقه التحضير، غير خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، لان هاد المكونات خاصكم ديروهم بهذه الطريقه هذه اللي غنعطيكم، يعني مكونات مضبوطه ديروها في هذه الوصفه هذه هكا باش تعطيكم ان شاء الله النتيجه. غادي ندعو على بركه الله. غادي نحتاجو الاول مكون كيف ما كتشوفوا معايا هو البطيخ الاحمر. البطيخ الاحمر هذا الوقت ديالو دابا يعني موجود، فاي وحده غادي يكون عندها البطيخ الاحمر في الدار حتى ولا ما كانش عندك، يعني في يعني غادي يعني غتقداو يعني البطيخ الاحمر فغادي يكون عندكم، فهو موجود في هذه الفتره هذه الوقت ديالو. المهم غادي نحتاجو غير شي جوج هكا، يعني ماشي غنحتاجو الكميه كثيره، غير شي جوج هكا. المهم ما تنسونيش الزوينه ديالي من اللايكات ديالكم هكا باش يطلع شويه التفاعل، فاللايكات ديالكم هو باش كتشجعوني، فما غتخسروا حتى شي حاجه غير تخليو ليا لايك. وكنشكركم بزاف بزاف فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. وبالنسبه للناجده اللي اول مره تيشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا والف مرحبا، الا عجبكم المحتوى من طبيعه الحال ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا، فعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم ان شاء الله الجديد، ورجعوا الوصفه ديالنا. المهم غادي ناخذ واحد المبشره اولا حكاكه، وغادي نحكوا هذا البطيخ الاحمر بالطريقه هذه. ممكن تستعملوا غير القشور ديالو البيضه يعني ماشي مشكل. صافي. المهم انا غادي نحك هكا واحد الكميه تقريبا جوج ديال الطروفه ديال البطيخ الاحمر كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى يعني ندير هكا واحد الكميه. غادي هنا نحتاجو العصير ديال البطيخ الاحمر، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا التتيمه ديال الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه يعني مجربه، يعني مجربه عاد باش غادي ننزلها لكم. اي وصفه كنحطها لكم راه كتعطي نتيجه، يعني قبل ما نحطها لكم كنتاكد منها واش كتعطي نتيجه ولا لا. مهم دابا من بعد ما حكينا ديك الكميه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيو هاد العصير هذا ديال البطيخ الاحمر، غير باش نحيدو هاد الشيء باش ما نديروش هنا في الوصفه يلصق لينا في الشعر. تقريبا هنا عندي كاس ديال عصير البطيخ الاحمر، تقريبا كاس، يعني كاس غير عادي يعني ماشي كاس كبير، واللي شعرها طويل دير كميه كثيره. دابا غادي نبداو نخلطوا الوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا الحنه اللي كتكون مطحونه على اليد، الحنه يعني ديال الورق اللي كتكون مطحونه على اليد، يعني من احسن ما تبغيو تستعملوا شعركم شي وصفه هكا ديال فيها الحنه خذوا الحنه طبيعيه. غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال الحنه، وبالنسبه اللي شعرها طويل كيف ما قلت لكم تضاعف الكميه ديال المكونات، يعني ديال كل مكون. صافي دابا غادي درت جوج معالق كبار ديال الحنه، وغادي نبداو نخلطوا الوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. درت جوج معالق ديال الحنه وغنضيفوا عليهم العصير ديال البطيخ الاحمر. المهم كتضيفوا غير شويه بشويه على حساب عينكم ميزانكم، باش تكون هكا الوصفه تجي شويه ثقيله ثقيله يعني نوعا ما، ماشي ثقيله بزاف، ولكن المهم كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، غير باش ما تسيحش ليكم وملي ديروها للشعر ديالكم باش ما تهبطش ليكم هكا من الجناب. صافي انا درت هذه الكميه وغادي نزيد عليها شويه كيف ما شفتوا معايا، زدت عليها شويه ديال العصير ديال البطيخ الاحمر وغنخلط مزيان. وانا شويه مره انا كنضيف شويه ملي نضيف المكونات الاخرى. المهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغنخلط مزيان.
فبالنسبه للحنه هي بزاف اللي تيقولوا كتخلي اللون برتقالي. هي صراحه كتخلي اللون برتقالي في الشعر، ولكن مع المكونات هادو اللي غنضيفو مع هاد المكونات كلهم الوصفه كتعطي اللون غامق، يعني واحد كتعطيكم بني غامق للشعر ديالكم، ماشي اسود، كتعطي بني غامق. ولكن تبقاو تعاودوها مع المداومه غادي يولي لكم واحد البني غامق بزاف، ويعني غيتوحد لكم اللون ديال الشعر ديالكم. صافي، دابا من بعد ما خلطت هاد الوصفه هادي كما كتشوفوا معايا، يعني المكونات الحنه مع العصير ديال البطيخ الاحمر، تنخلطوهم مزيان. ومن بعد عاد باش غادي نضيفوا المكونات الاخرى اللي عندنا في الوصفه، وعندنا الكاكاو. الكاكاو المر، من احسن تستعملوا الكاكاو المر. انا غنستعمل ساشي ديال الكاكاو المر، هذا ديال 7 غرام، هذا راه كاين يعني موجود فيما مشيتو غتلقاوه. غادي نستعمل منه كيس واحد. المهم انا غنعبر لكم هكا باش تشوفوا معايا القياس. تقريبا ملعقه كبيره، غير باش تعرفوا القياس الا كان عندكم ديال العبار تعرفوا القياس. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنعطيكم ديال الشعر القصير، يعني ماشي الشعر الطويل، الشعر اللي كيكون قصير. صافي، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا لينا، وغنضيف شويه مازال. صافي، كيف ما قلت لكم كاس صغير ديال العصير ديال البطيخ الاحمر انا استعملته كامل هنايا، غير كنضيف شويه بشويه على حسب الوصفه، نشوف كيفاش غادي تولي. صافي، وغنخلطوا مزيان هاد المكونات حتى يندمجوا لينا وما يبقاش لنا الحنه مكوره. تخلطوها مزيان الوصفه ضروري. هاد الوصفه اللي عطيتكم اليوم ديال الشعر اللي كيكون قصير، يعني ماشي الشعر اللي كيكون طويل. الا بغيتي ديري شعرك عندك مثلا فيه غير غاصين هما اللي فيهم الشيب، فكديري هاد الوصفه اللي غاصين هما الاولين مزيان، ومن بعد كديري شعرك كامل هكا باش اللون يخرج لك موحد، ما يكونش عندك واحد اللون قدام بوحدو واللون التالي يعني بوحدو. وهنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، يعني الملح ديال الطعام، يعني الملحه ديال الطبخ، معلقه صغيره. وغادي نخلطوها مزيان مع المكونات هادو بهذا الشكل هذا. الوصفة كتجي هكا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي، من بعد ما تخلط لنا هاد الوصفة، دابا غنحتاجو الخل. يستحسن يكون عندكم الخل ديال التفاح، يستحسن يعني الا كان عندكم حسن. وبالنسبة لخل التفاح راه كاين ديك قرعة صغيرة راه كدير غير 13 درهم، وعلى حسب كاين اللي كيبيعها ب 20 درهم، يعني ماشي نفس النوعية ولكن هي قدها. مهم، كاين ديال 13 درهم وكاين ديال 20 درهم، وانت غادي طالعه. المهم الخل راه فيه انواع كيف ما كتعرفوا. المهم اللي بغات تستعملها وما عندهاش الخل تاخذ غير ديك الصغيره، غنحتاج منها معلقه صغيره تقريبا. بالنسبه لخل التفاح فهو كيتثبت لينا اللون على الشعر، تيخلي ان الصبغه كتثبت لينا على الشعر ديالنا، يعني ماشي دغيا نغسلو شعرنا وكتمشي، فهي كتثبت لينا داك اللون. وحتى ملي كديريها باش هكا تعطيك اللون، الخل ديال التفاح كيخليها انها تعطي اللون يعني اكثر واكثر في الشعر ديالك. اللي ما عندهاش تستعمل الخل الابيض، راه ممكن تستعمل الخل الابيض، خل عادي يعني اي نوعية عندك غتستعمليها. صافي، وتنخلطوا الوصفه ديالنا مزيان. هذه هي الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي هكا، يعني القوام ديالها كيجي هكا، ما كتجيش مطلوقه بزاف وما كتجيش عاوتاني ثقيله بزاف. هذه الوصفه كتطبقيها على شعرك، ضروري الشعر ديالكم يكون نقي، يكون ناشف، ويكون مسرح مزيان، تكوني مسرحه شعرك. طبقي عليها هذه الوصفه من الجذور حتى الاطراف، يعني تشقي شعرك مزيان بهذه الوصفه هذه، وما تخافوش منها، المكونات ديالها كلهم طبيعيين. تديري شعرك كتخليه واحد المده هكا
ديال 3 ساعات، يعني 3 سوايع والفوق. ممكن تخليها حتى اليوم كامل، ديرها في الصباح وفي العشية، تغسلي شعرك ما كاينش المشكل. هاد الوصفة غديروها يعني اللي كان شعركم كامل شيب، غديروها 2 مرات في السيمانة، 2 مرات في السيمانة، وغادي تلاحظوا واحد النتائج رائعة، يعني غتهناو من مشكل الشيب. وهذه هي الوصفة اللي بغيت نبارطاجي معاكم، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وغنقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، وفي امان الله.